أعزائي مشاهدي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونقدم إليكم نشرة موجزة للحالة الجوية المتوقعة لليومين المقبلين. تشير التوقعات لتأثر المملكة بأجواء غير مستقرة يوم الأربعاء، حيث تتشكل موجات الغبار وتتساقط زخات الأمطار الرعدية بمشيئة الله، وذلك كنتيجة لتأثير منخفض جوي قادم من وسط البحر الأبيض المتوسط. إثر ذلك تهب رياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال البلاد تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، وتعمل على انخفاض مدى الرؤية الأفقية وتشمل الرياض والشرقية ولاحقا من يوم الخميس، في حين تتشكل السحب الرعدية وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على منطقة القصيم والمدينة المنورة مساء اليوم ونهار الغد. أيضا يتوقع بمشيئة الله أن تترافق الحالة الجوية مع تفاوت في درجات الحرارة بين الارتفاع الملموس يليه الانخفاض، ثم يتوقع أن يتجدد ارتفاع درجات الحرارة وبشكل ملموس نهاية الأسبوع، كما يحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار خاصة على وسط وشرق البلاد يومي الأربعاء والخميس. للمزيد من التفاصيل حول الحالة الجوية تابعونا دائما عبر موقعنا الإلكتروني أريبيا ويذر، بالإضافة لتطبيق طقس العرب للهواتف الذكية، إلى جانب صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله.